لا يعتقد أحدكم أن عمر كان يكتفي بضرب الرجال المساكين فقط، فقد كان عمر كثير الضرب بالنساء كذلك، وكلنا يعلم مدى شناعة ذلك عند جميع الشعوب والأديان. عمر بن الخطاب شاف المهاجرين رايحين، قال احنا وش سوينا في بلدنا؟ الناس رايحة جاية ومحمد جالس يتكلم بدينه هذا الذي عنده، وسافرت الناس ولا عندهم أحد. لابد أن نوقف الناس اللي جالسين يهاجرون، فلابد أذهب وأقتل محمد. فجاء بيطلع قابلته الجارية، قالت أين تذهب؟ قال أذهب لمحمد. قالت أنا أسلمت. فأخذ العصا وضربها وتعب عمر. قالت الحمد لله الذي قواني وأضعفك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا الله في النساء. المرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. فأخذ العصا وضربها وتعب عمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفتة عظيمة ومعبرة، قال له: يا أنجش رفقا بالقوارير. انظر هذا التعبير سبحان الله في حق المرأة. صور المرأة بالقارورة، هي كالزجاج، ما أسهل أن يخدش ولو بكلمة، فكيف إذا امتدت إليه يد ظالمة جاهلة بالعصا أو بالحجر أو باليد، كيف سيكون حال هذه القارورة؟ لا تسأل عما تشعر به من الظلم والضيم والهضم وانكسار قلبها بسبب ذلك. فأخذ العصا وضربها وتعب عمر. وفي إحدى الأيام استدعى عمر امرأة حامل، فما إن رأت عمر حتى أرهبها فأسقطت جنينها بسببه، فأفتى الصحابة أن عليه دفع الدية. يحرم أن يروع المسلم وأخاه المسلم ولو مازحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد فيه، بل ولعن عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يشير الإنسان على أخيه بحديدة سواء كان مازحا أو جادا، ونهى عن ترويع المسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه قيل بأنه استدعى امرأة حاملا فخافت ارتاعت من عمر فأجهضت أسقطت الجنين، فأفتاه بعض الصحابة بأن عليه الدية.